عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في جولة في تكستير. تكستير معروفة جاية 14 كيلومتر لدى دائرة راس الواد، بلدية راس الواد، هي تابعة دائرة عين تغروت. وكما راكم تعرفوا تكستير بلاد فلاحية، بلدية هي بلدية وبلدية فلاحية. المهم اقعد معايا في الفيديو هذه، اللي مش يابوني يابوني في الفيديو، لايكيو وديروا جيم وتبعوني في الفيديو هذه حتى لفهم. يدينا عندو عبد الله كان قريبية هو عبد الكريم متاع الناس الله يبارك فيك. شاب ناس ما هم مات ربي يرحمه ربي يرحمه تاكلها مالا. هذه هي بركة، هذه هي بركة مالا. باي باي. قولنا ساعة فطوركم، قولهم ساعة فطوركم ساعدكم. يا صاحبي رانا توجور في تكستير مع اليوم رانا مع خالد وعماد لي كوافور. دوك ما نعرفش شكون هو، لا خالد ولا عماد. عماد الله يبارك يا عماد. واش راك يا عماد بخير لاباس؟ واش مع رمضان هذا؟ واش والله غير رحمه ربي بيان ها رحمه ربي. كيف راك صايم وتحفل الناس و... والله صايمين ونحفل الناس وخدمنا، ولازم تخدم لازم تخدم لازم تخدم في شهر رمضان. ومعك مع الشاب هنا، واش راك وليدي؟ وليدي واش راك لاباس؟ واش اسمك وليدي؟ هشام. ها أسامة. أسامة، وشك أسامة؟ هذا تحفيفة تاع العيد ولا قبل العيد؟ تاع العيد هذه. تاع كلش. إيه تاع كلش. تما سبقت حتى الأول. إيه. والله يعطيك الصحة سيدي، وشك كيف عماد كيف بيام على رمضان؟ قداش تنوض الصباح؟ العشرة تاع الصباح. العشرة تاع الصباح. من العشرة حتى الوش تاع. نصلي الظهر في الجامع، نقول الدار كيما نقضي أمورة كذا، نصرف حوايجنا، ونولوا ولاد كذا. أي والله. حتى الوش، حتى الوش. المغرب. للمغرب. المغرب تبقى ربع ساعة. ومن بعد من المغرب تخدم ولا ما تخدمش؟ أه نخدم. دوكا جاي مات العيد دوكا جاي. دوكا جاي. نفطروا. أه. نريحوا فك على البالي. أي خلا بالنا دخان وقهوة وهذي ليزافير هذيك. نصلي العشاء في الجامع، الجامع تمسكي قريب. صالح باشا نجيو لهاد الرضماشتي عندي الله يبارك. الله يبارك اسمك. ودوك يا كاين خدمه دوك اللي مات العيد هذه؟ معليه دوك. دوك فيها تقعد فيها لا شارج، تولي فيها لا شارج، كيف تخدموا حتى الصباح؟ حتى الصباح، حتى الفجر. حتى الفجر. كاين العيد على بالك بلي جايين يصليو الفجر. وحنا مازال خادم، كاين اللي صلى الفجر وتحفل. الله يصليو وتحفل. الله يبارك. المهم نقعد نقول لك صحة فطوركم. وساعة صوركم كنتوا مع أجواء رمضان في تكستير. بارك الله في تكستير. دوك مش في راس الواد. وش قلنا سامي يتفرجوا فيكم؟ نقول لكم ساعة فطوركم وساعة رمضانكم، وربي يتقبل منا إن شاء الله الصيام. آمين. وساعة عيدكم. آمين. وأنت وش تقول مع عندك الكاميرا من ها؟ شوف كاميرا في كاميرا عندك جاي، وش تقول؟ ساعة فطوركم. صحة عيدكم. صحة عيدكم. يعطيك الصحة ست. أنا توجور في تكستير الله يبارك. زلابية راي طيب وراي الحمد لله راي راي راك تحمر بها ولا تكحل بها؟ نحمر بها. بعد حبيبنا وفاميلتنا وجارنا وما عندي ما نقول. واش راكم بخير؟ صحة لاباس؟ هدر معنا صحة لاباس. الحمد لله هاك زلابية كبيرة وهذاك هو يغطس. ها هاك تغطس. ها الله يبارك. وهذا واش يدير يسربي؟ هذا يسربي. كثر له العسل برك، كثر له برك. وراه راه شوف العسل. ها الله يبارك. شوفوا 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 شوفوا. وخلي شويه في البيدون، خلي شويه في البيدون. هذاك هو يسربي. عيلة واحدة، عيلة واحدة يا اخي، عيلة واحدة. هذا معك هذا، هذا ابنك هو. ها 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 تحي ميلو داخل. ايه او دخت على بالك بلي راني كده عنده من يخدم زلابيه ميلو. اه من خطره باندو. الله يبارك لك من خطره باندو. انت كملت عليها. اه قريب 40 سنه صاحبي. اه
كيما راكم تشوفوا صلابيه هنا في تكستير، اجواء اجواء رمضان في تكستير. تكستير واش راكم بخير؟ عجبتكم صلابيه؟ مرحبا يا خويا، مرحبا بكم. واش نقول لكم؟ نقول لكم السلام عليكم ويعطيكم الصحه وديما هكذاك. السلام عليكم، انا توجور في اجواء رمضان في تكستير كيما راكم تشوفوا. رانا من بعد العصر، بعد العصر الناس بدات تسخف، واحد يشري في عين بقرة، واحد في الزيتون، واحد يخير في الدقلة، واحد في التمر، المعلم يوزن، واحد يوزن. الشيخ هذاك واش خيرت هذا؟ واش كليت؟ الحاج واش هذا الدراجي؟ واش كش ما ديت ولا؟ واش ديت؟ قرع قازوزة، الله يبارك. هذا سخفت عليا ورد صغير، ورد شفت رايا ورد اللي سخفت عليها، الله يبارك. والله سخاف عليها هذه، ها يعني، ها الله يبارك. هاك ها يس دورو شويه ترى داخل. بس الحاجه كيما راكم تشوفوا، ها الحوين تاع صغيره وفيها كل شيء، وبارت يعني كليماتيزي. ها هاكم تخيروا او سكركم طريق هنا، ها ما هو ما يخليها محلوله. واش قلنا الناس اللي يتفرجوا فيك؟ واش قلنا المثل؟ مثل صحة فطوركم، صحة فطوركم، ها ورمضان مبارك. العالمين وعيد وعواشير عيدكم مبارك. هذا واش نقدر، ايوا واش نقول لكم؟ السلام عليكم، كنتوا في اجواء رمضان في تكستير. اهلا وسهلا بكم. بيكون جيك الحاج كلمه صغيره، واش تقول لهم الحاج؟ بركه ما يسمعش منكم، كلمه صغيره ما يسمعش. اهدر اهدر، قول صحه رمضانكم. في تكستير، تكستير مدينة كبيرة ومدينة فلاحة، وهذاك منا كما راكم تشوفوا الحلويات، ها حلويات قلب اللوز. بصح نشوف القلب واللوز وراء، اللوز راه من الداخل. قول لي كما راكم تشوفوها، بريوش شربات هكذاك عميل خلف، صح؟ هاي هكذاك، ها مرق، الله يبارك. هذا حوين ثاني، واش راكم بخير؟ والله الحمد لله. بصح راني قلت لك انا هنا قلب اللوز راني نشوف فيه، بصح القلب راني نشوف فيه، القلب ها وراه، ها القلب ها وراه، ها ها زيدوا نقدموه، بصح اللوز وراه، هذا هو المشكل. مرحي ودايرين من الداخل. اي قول لي هكذاك، واش راك بخير وليدي؟ لاباس الحمد لله. كل عشية هكذاك تعشي تقصر منا تحوط وهذاك منا. تعقب رمضان تاعك هكذاك؟ نعقبوا بالصحة على ما شاء الله. هكذاش تنوض صباح؟ نوض بكري على بكرة مع القراية. مع القراية تنوض 12 تاع النهار. نوض على 8 ومرة العشية. مرة العشية، هاك تقرا تسمى؟ نقرا. الله يبارك، صافي الويكاند بركك حاط طابلة. لا لا حاطين طابلة هنا. تعاون في الشيخ ولا تاعك تاع؟ خالي. خالك؟ الله يبارك ما شاء الله. واش مستنى تقرا؟ نقرا بريمير ليس. الله يبارك. واش راك حاب تخرج؟ حاب نولي انجينيور ان شاء الله. انجينيور واش؟ انجينيور كاين انجينيور بزاف، انجينيور ديتا، انجينيور في الالكتروميكانيسيا، انجينيور مهندس دولة. مهندس دولة، انجينيور ديتا كيما نقولوا حنا، مهندس دولة، مهندس دولة مليحة اخويا، إلا لقيت بلاصتك. ان شاء الله ان شاء الله. هيا السلام عليكم، ان شاء الله تنجح في قريتك. عمي دراجي، ها اهلا دراجي، ها قلت ما نعرفكمش، ما نعرفكم قبل واحد. هيا السلام عليكم، انا توجور في تكستير مخبزة الفجر، الله يبارك. الخبز هنا يهدر وحده، البريوش هذا يهدر روحه وحده وحده، قبل ما يخرج من الكوشه هو يهدر روحه. اصلا ترى نجيب له شويه كي نجيب خبز الدار ترى. الله يبارك، الله يبارك. كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا الشعب هنا راه يشري، راه هذا هو رمضان، هذا هو الجو تاع رمضان، جو تاع رمضان. بعد صلاة العصر تبدا الناس تتحرك تفطن شويه، نهار كامل ما كانوا راكدين ولا كانوا يخدموا ولا ماشي يخدموا، قلت لنا عشي يخيروا.
كلمة أخيرة الناس لم يتفرجوا فيك وش نقول بصحة رمضانهم وإن شاء الله ينعدينا بصحة ونحن إن شاء الله ونطلب صنم الشعب الله من أرض مروح وكي جيش نخبط بس كرانا نعيني وشوية منهم تعدي مش شعب انا غير مش شعب وقال هذا قالها والله قالها قال لك الشعب مش منظم روح الحمد لله شايف شايف ايوا وش ممكنكم انا ساعه افطركم السلام عليكم. كما راكم تشوفوا رانا في طريق النص طريق برينسيبال تاع تكستير سميشة. كما راكم تشوفوا القسمة البلدية قدامنا هذا كيوسك منصف كيوسك دوك نزوروه. كنا في الكوشة دوك هذه طريق برينسيبال اللي تدي هذه منا اللي تدي راس الواد ونيلي منا اللي تدي لوطوروت يعني تغلط لوطوروت كما راكم تشوفوا. نشوف حمام ها هذا كما راكم تشوفوا حديقة شريف بن سالم هذه الحديقة تاعت تكستير ها. انا توجور في لاورد برينسيبال دونك شويه هكذا كندخلوا كيوسك نشوفوا واش عنده. هيا كيما قلت لكم انا توجور في الكيوسك منصف. السلام عليكم. دونك تلاقينا مع حبيبنا. اهلا بك واش راك؟ لا بيان لا بيان. واش مع رمضان هذا غلبك ولا غلبتو؟ غلبتو يا سيدي. ولي كي بنصنا واش بها؟ وش ساعة دورك ولبخ يسر له ولبخ يسر له وبعد البزاف وساعة دورك ورمضان مبارك ورمضان مبارك سنة إن شاء الله. يعطيك صحة سيدي وخلا شي تقدري له مونتاج بعد عمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم بخير حبيبنا؟ والله حبيبنا هذا راه رانا في الزورنا خطرة اللي فات وخطرة ديالنا زدنا زورناه اليوم راه يقطع في الشوا دوك نشوفوا الشوا كيفاه. راك عجب سكالوب هذا توجدوا ان شاء الله من بعد الفطور. توجدوا بعد الفطور بعد الفطور والناس تسحر الشوا هنايا الله يبارك. ولات عادة في تزايد ولات عادة هكذا شنو الصباح؟ نوض على 11 ل 12 تيكون 5 بصح نخدم في الليل. تخدم في الليل السحور تخدم حتى للصباح حتى يذن طارد حتى للسحور حتى يذن طارد دي فوا تكون 12 ساعة خدمة نعياو. اي ولازم تعيا كي خدمة يا اخي صافا وراهم ولاد وصحابك هذوك هم راكدينو هم راكدين دوكا قول لهم راه جاني عامي فو هذا راه هاكم ما لقى حتى واحد ما لقينا حتى واحد. المهم حنا جينا سبيسيالمون ليك. شكرا بالله حنا دورنا في كارتيات وقلنا نزورك ان شاء الله. يعطيك الصحة والحمد لله كيما نقولوا حنا نلقاو دي جون كيما انتوما وناشطين ويخدموا وهذاك منا ليش ترقد حتى للظهر. حنا قلنا للظهر ما قلناش العصر لازم تنزل للظهر ويصلي واحد الظهر باش من بعد يولي يتشمى يشري شويه سكاروب وهذاك منا شحمه باش يبدا يوجد وكش ما قدر حوايج اخرين ولا غير الشوا غير الشوا عندك الحق ما تكثرش
لا كثر شو قزوز؟ قدنا قدام واحد. يعطيك الصحة سيدي. المهم يعطيك الصحة استاذ. وش قول الناس يتفرجوا فيك؟ صحة فطوركم، صحة رمضانكم. ونتمنى ان شاء الله يتعود الماتش هذا. ان شاء الله داكور يتعود الماتش ما نعرف دوك صعيبة شوية. هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، رانا توجور في تكستير اجواء رمضان في تكستير كما راكم تشوفوا. هذا طرح، هذه مرشي صغير تاع تكستير، الله يبارك. رانا مع صحاب القش، صحاب القلب اللو، صحاب قلاوه، الله يبارك. هذاك بقلاوه قالك زعما تبكر بالصدق، صحاب التفاحه وراهم، صحاب القش هنا. سلام واش حبيبنا واش راك عمي؟ السلام عليكم. لاباس واش راكم بخير؟ وري الطرحه تاعك، هذه هي الطرحه تاعك. الله يبارك، اي يبارك فيك. عايش راك سيرزق قداش صباح تجيك؟ صباح عليك دشتي عليك دشتي ما تجوي على 11 11 هذاك قداش تروح؟ تبقى الفطور نص ساعة ربع ساعة. الله يبارك، سما راك خدام نهار كامل. يعطيك الصحة نهار كامل. يعطيك الصحة سيدي، الله يكثر من تاك. وش تقول الناس يتفرجوا فيك؟ وش نقول لهم؟ صحة رمضان، هم يصوموا بالصحة ولهنا إن شاء الله. وقريب العيد، عيدهم مبارك وينعاد علينا بالصحة ولهنا إن شاء الله. آمين رب العالمين. وربي يشافي اللي مريض، ربي يشافيه، واللي جانا هذا ربي يفرج عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. واللي في قلبه حاجة، اللي متمني حاجة ربي يوصلوا ليها إن شاء الله. الطرحة الدوزيام هذه، أنا الطرحة الدوزيام ولا مولاه هذا؟ ما كاش راح. السلام عليكم، رانا مع الزيتون هنا، الله يبارك. الزيتون الزيتون عايشك عايشك مشاركم صباح لاباس بخير بير عم الزيتون. عمك الزيتون. الزيتون الزيتون كاسي. رانا توجور في المارشي تاع تكستير مدي بيت رمضان. مدي بيت رمضان انتم هكذاك. هاي واش تقول للناس اللي يتفرجوا فيك؟ صحه رمضان انتم. صحيت اخويا وانت واش؟ صحة رمضانكم وربي يتقبل منا ان شاء الله. امين رب العالمين. صحة رمضانكم. وهذا واش يقولنا؟ قلنا صحة رمضانكم. تي دير باي باي، دير باي باي، اي دير باي باي، دير باي باي، هكذاك هكذاك. المهم كنتوا في اجواء رمضان في تكستير. الله يرحمك. ورانا في مارشي تاع تكستير كما راكم تشوفوا. كيف قلت لي اخويا؟ قلت لي جيت ندي شويه باطل مع بيت مديا صافي. الكاميرا واعره ولا ماشي واعره؟ الكاميرا واعره هي ترى واعره. واش فيك تفضل؟ واش قلنا سمي تفرجوا فيك؟ السلام عليكم، هذا هنا رمضان كريم ربي ان شاء الله نعيدوا لاباس بخير ان شاء الله وعافيه. ربي يعطينا الرخاء والعفو والعافيه في الدنيا كامل ان شاء الله. انا لاباس الحمد لله ان شاء الله. وراك تبيع هنا؟ راني شفتك تبيع في عندي انواع تاع هذه خدمتك انا ولا غير ولا غشي فيه ولا غير في شهر رمضان برك؟ شهر رمضان نخدم في الخدمه هذاك مكان برك. ابار رمضان ما تخدمش خدمه هذه؟ ما نخدمش خدمه هذه. تسمى شهر رمضان تسكونجي ولا تسكونجي؟ عندي خدمه جورنال على برا صباح من عشي هنا في المارشي. اي والله يعطيك الصحه خويا. بارك الله فيك وان شاء الله ان شاء الله تصدق على روحك. الله يبارك فيك. شكرا. وبالمزيه. السلام عليكم، انا توجور في المارشي تاع تكستير كما راكم تشوفوا. شربات كما قال لي مولاه، قال لي شربات مش جو، هي شربات هي جو كيف كيف يعني كيف كيف. المهم حاجه ما فيش الغاز. واش قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم يعني؟ صحه رمضان. انت راك تجي هنا شهر رمضان برك ولا تقرا؟ راك تقرا؟ نقرا. الله يبارك. واش تقرا؟ نقرا الكترونيك في الجامعه وندير تجويد. الله يبارك الله يبارك. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك. امين. ان شاء الله ربي تنجح في قرايتك والله يكثر من مزارك. امين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، رانا دوك في السلاطه، في وسط السلاطه، مانيش في الفوطو، رانا في وسط السلاطه كما راكم تشوفوا. السلاطه هذه لا ليتيو، هذه لا ليتيو. قد راه يدير 6000. 6000 الله يبارك. سما برابا يا باطل. 6000 5000 باطل والله غير باطل. يا عمي باطل 3000 والله غير باطل. تسمى 5000 مليحه. مديها ماشي كلنا باطل. وزن قد جابت قد جابت له هذه 2000 فرنك. ها راس ب 2000 الله يبارك. واش راكم ديما تخدموا سلطه هكذاك؟ 5000 ولا 6000؟ 5000 الله يبارك. واش تقول الناس يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ كلهم تاع فطوركم. والله هضر مع اسمك. لا لا قال تاع فطوركم راه المشكل هذا. والعج قول لهم تاع فطوركم. والعج
الحاج وش قلنا سكت هيا وش قلنا وش قلنا سمي تفرجوا فيك الحاج ونقول لهم صحه فطوركم اعطيكم الصحه هذا ما نقول وهذا السيد ويخيف الصلاه الله يبارك خير ولا غاك في الطبلة تاعك هاك او واحد 100 درهم معك دير لنا عقل فين والله السلام اي هذاك ما كان بركا زيد راس اخرنا لازم يجيو زوج حق ما هضرت عليه ايه حق ما هضرت عليه ايه عنده الحق أخوي كونكيرونس لا كونكيرونس وش من الكونكيرونس هك وحدك هنا يعني عاوجي وراه ما كاينش سلطه ما كاينش سلطه والله ما كاينش اروح تديو السلطه سيدي اروحوا اه والله الله يبارك عندك سلطه باطنه عندك شعبيه عندك شعبيه ماهيش عامل الكونكيرونس عنده شعبيه هيا هيا على خير هاي السلام عليكم كنا في أجواء 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 رمضان في تكستير يعطيكم الصحة أنا توجور في المارشي تكستير بنان راه يدير تسعة 39 الله يبارك هبط ولا طلع هبط هبط البارح كذا كان 45 البارح 39 صافي اليوم هبط الله يعطيك الصحة 45 ونص صافي كمل بكرا سي سي بون اه سي بون اه واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش تقول لهم صور صالحه ومنا صالحه اه صالحه نسول نسول صور نسول صور اه هات شويه هات شويه صور السلام عليكم رانا نجيو في اجواء رمضان في تكستير اليوم دخلنا عند حفاف حفاف اخويا قدم راك ترى ما نعرفوكش خاطرش مانيش من تكستير مرحبا بيكون جيك خويا من الفريفريه من الفريفريه الله يبارك واش واش من لا فامي الله يبارك اجواء راهي بيان مرحبا اجواء راهي مليحه هاكم عقابه وهذاك منها اللي جرام يحفوا بيان بصح كون كنت تخليو اللحيه دوكا انا نجمد اللحيه اللي خليتوها كما اللحية تجون هذا كيف اللحية تخليها ولا تحففها؟ أنا خلي اللحية تخلي اللحية هاي وانت لا لحيتك نورمال انت كوافير لا نشوفوا مع الدوزيام واش راكم خايف لاباس بخير صافا انت ثاني من فيفيا انا من تيكستير من تيكستير هاي الله يبارك رمضان تاعي السنة هنا ورمضان تاعي اليوم جاي ان شاء الله بحضور ان شاء الله الى كتب ربي الله يا رب والحفافة ديما في اللحية تخليوها لي جون شتي مود تيكستير لي جون تيكستير كامل خليوها اللحية انا هو وكل وكل راه مليح وانا مرا كليونيت هاك تشوفها السلام عليكم واش راكم عليها بخير لاباس بخير صافا صحة لاباس الحمد لله واش راكم جيتو تحفوا انت ما عندكش اللحيه انت ما عندكش اللحيه واش راح تحفف مالا شعرو لاحي كاسكيطه ترا اي راكم حففتها اه خلاص اي والله عقب عليك السوق الله يبارك واش قلنا سامي تفرجوا فيكم في شهر رمضان هذا نقولكم ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا وعيدكم مبارك لجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله وصحه فطوركم الجي يعطيك الصحه وانت اخويا صحه رمضانكم تعيشوا وتزيدوا ان شاء الله هذه هي الخدمه وخلاص المهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وصحه عيدكم السلام عليكم مرحبا بكم تيكستير فعل هذه الأجواء الرمضانية نشكرك على الزيارة وراك تفكرنا دابا بارك الله فيك لكن راك تشوف أجواء رمضانية هايلة باش نقولوا حنا عادات وتقاليد هذا ما صحفتكم بارك الله فيك يعطيك الصحة خويا والسلام عليكم وصحفتكم وقريش بارك الله سعيد هذيك كسرة هذيك الله يبارك الله يبارك ندي معك شي كسرة والله غندي هاي هاتلي في الصاشية راح نعطيك هاي صح راح تصورنا اه صحيت واش راكم ديروا يعني بالصدفة أنا دخلنا لهنا وش هذا لهنا واش راكم ديروا هنا؟ أهلا وسهلا بك ومرحبا بك بيكون جيك أنا نديروا في الفطور فطور للناس اللي عاقبين تحبسوهم وتخلوا تحبسوها على الكسرة نجيبوها الله يبارك ما شاء الله كسرة ما شاء الله كسرة 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 كاين مطلوع الله يبارك كاين كلش هاي أو طوابل اللي جاوا جديد ها طوابل جاوا جديد الله يبارك هادو طوابل واجدي واجدي مزيان موش واجدي واجدي يعني على بالنا تخص شربة سنة تخص شربة تخص هذا شربة شربة هاي شربة هاي كلها وراي طب هاي وكون شفت الفانسان كان هذه الشربة هاي الشربة هذه الله يبارك فيك الله يبارك فيك هاي وين هذا الزيتون
طاجين زيتون. اه هذا طاجين الحلو. طاجين الحلو هاكي شوي 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 هذا ديالي معاون نتعاونوا ولا هنا؟ نتعاونوا ولا حنا؟ مليح والله غير حاجه مليحه. كل واحد يجيب حاجه، كل واحد يجيب حاجه. المهم كنتوا في اجواء رمضان في تكستير. مليح. اجواء رمضان. وهذه هي الرئيسة، صدق الله في سبيل الله. هذه راه صدق الله في سبيل الله، على ما عرفوا خير يكون شريف. الله يبارك، الله يبارك. بدون اجر، بدون. سي نورمال، ربي يرحمهم. الله يرحم الشهداء. امين ربي العالمين. اجر فلوس. انا نسخ عليكم، رانا توجور هنا في اجواء رمضان في تكستير قلب اللوز. ما عندي ما نقول لكم، راه مستف ومترتف. الله يبارك، حاجه ما تخصكم هنا. هاني تكستير والله الله يبارك، تقدم تخر من عوام اللي فاتوا. ها الله يبارك. انواع واشكال، انواع واشكال. هذو تخدم فيهم في الدار ولا تشريهم؟ يعني باع يجيبوا لك سلعه تزير. الله يبارك. تجي متزير طول لهنا؟ متزير. الله يبارك. وكا كيما راه نشوفوا